للحديث أكثر عن هذا المشروع الإماراتي نستضيف معانا المدرب والخبير في الغذاء الصحي إسحاق أهلي. صبحك الله بالخير أخوي إسحاق. وأكيد نحن قبل شوي شفنا معاك المطعم أو مشروعك الصحي، بنتكلم عن اللي هو اسمه بروتين هاوس، سميته حتى اسم، أنت أعتقد عطيته اسم كذي رياضي، نتكلم شوي عنه. صبحك الله بالنور. أول شيء بروتين هاوس أول شيء هو فرانشايز من أمريكا، هو الفرع العاشر من 9 فروع في أمريكا، ويعتبر واحد من أفضل المطاعم الصحية في العالم. وبروتين هاوس يخدم الفئتين اللي هم رياضيين من جميع الألعاب اللي تخطر في بالك، اللي هم الحديد، كرة القدم، الدراجات الهوائية، حتى اللي يسوقون سيارات الرالي وسيارات التراك ريس، والفئة العادية اللي هم الحريم، كبار السن، الصغارية، الفيجيتيريانز، الناس اللي فيهم السكري. فهذا اللي يمتاز فيه بروتين هاوس، انه يخدم الفئتين. جميل جدا. بنتكلم عن الوجبه الاساسيه اللي هي يبدا الشخص في حياته او يومه، مثلا هي وجبه الافطار. في وايد من الناس يعني يلغون هذه الوجبه، او ممكن يقولون ما يعطونها هذيك الاهميه. بنتكلم عنها، انه شو هي اهميه هذه الوجبه لدى الشخص؟ وجبه الافطار لو بعدد اهميتها ما بخلص. هي اول وجبه الانسان ياخذها في اليوم، هي مصدر طاقه الانسان. وجبة الإفطار تمنع الإنسان من الإصابة بالأمراض اللي هم السكري، ضغط الدم، عندك السكتات القلبية، حلو، وتمنع الإصابة من السمنة. كيف؟ إذا الواحد مثلا ما تريق شو بيسوي؟ بيتم يعان طول اليوم، بيزيد في الغداء وبيزيد في العشاء، صح؟ بينهد في الغداء لأنه ما كل شيء من الصف. صح. نعم صحيح. ويزيد سرعة جهاز حرق الدهون في الجسم، فوجبة الإفطار تساعد على تقليل الدهون في الجسم. وعندك وجبة الإفطار تخلي الواحد يسوي شغلة بأتم وجه، يعني يخلص عنده طاقة، عنده طاقة، ويسوي كنترول على أعماله اليومية. فلو بعدد أهمية وجبة لها فوائد عديدة نقدر نقول عنها وجبة الإفطار. هل تختلف وجبة الطعام الصحية؟ نحن حلينا بشكل عام وايد ناس يعني يبون يعرفون أن الوجبات الصحية، يعني في ناس ماخذينها بمعنى أن حرمان، أن ممكن هم ينحرمون من وايد أشياء يحبونها خاصة الأطفال. كيف نحن نقدر يعني نركز على الأكلات الصحية للأطفال؟ أوكي، أول شيء الأكل الصحي لازم الواحد يكون كرياتيف، لأن إذا الواحد ما كان كرياتيف في الاكل الصحي حتى انا ما بقدر اكل. نعم. الناس ماخذين فكره ان الاكل الصحي امتناع اكل. نعم. من غير ملح، من غير طعم. صحيح. هالشيء كومبليتلي غلط. الواحد عندهم مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ الوجبات الصحيه. بالعكس، الوجبات الصحيه هي ألذ من الوجبات العاديه. نعم. مثلا عندنا الاطفال الياهل طبعا ما بتقدرين تعطينه صدر دياي. صحيح. ما بياكل، لازم تنوعيه، لازم البرزنتيشن يكون حلو عشان ياكل. نغريه. هي نغريه بالاكل عشان نقدر يحبه. اكيد. يعني وجبه الوجبه الصحيه هذه لازم الواحد يكون كرييتيف فيها عشان نقدر ياكلها. عرفتي؟ جميل جدا. اذا بنقول لتحضير فطور صحي متكامل، وجبه صحيه، شو هي الخيارات المتنوعه فيها؟ اي وجبه صحيه لازم توفر فيها 3 عناصر اللي هي البروتين والكارب والجود فات. عندك البروتين، في ناس ما تعرف البروتين، مثلا عندك البيض، جميع انواع اللحوم، الكارب، عندك النشويات، الشوفان. الشوفان يعتبر اهم عنصر غذائي للافطار. نعم. عندك الرز الابيض، الاسمر، البطاطا الحلوه، وعندك الجود فات اللي هن مكسرات، الافوكادو. نعم. زيت الزيتون. فهالـ3 عناصر لازم تكون متواجده مو بس في وجبه الافطار، في جميع الوجبات. في جميع الوجبات. نعم، حق الكبار والصغار. الصغار. اي نعم. نصائح اخوي اسحاق ان نقدر نحن نقدمها للمشاهدين عن اختيار الاكل الصحي، انه خاصه الفطور نقدر نقول عنه عن الشخص اللي يبدا فيه يومه. اوكي. انا انصح كل شخص، انا اعتبر اصلا الفطور صلاه الفجر. نعم. نحن ما نقدر نطلع من البيت ولا ما نقدر نسوي شغلنا الا نصلي الفجر، صح؟ نعم صحيح. فوجبه الافطار تعتبر مثل صلاه الفجر، يعني اقوى شاحن للانسان. من نصيحتي للشباب وللناس اللي ما يتريقون،
انهم يتريقون اول شيء عندك قلت لك العنصر المهم اللي هو الشوفان. نعم. وبروتين الجود فات المكسرات. فنصيحتي لهم ما يطلعون من البيت الا وهم متريقين. وجبه الافطار اذا بتسوين وجبه كامله ومتكامله ما بتاخذ عنك 10 دقائق. فاللي يقول ما عندي وقت اطبخ، لا عنده وقت. عنده وقت. لا يتعلث انه ما عنده وقت. طبعا نحن نتمنى من كل اللي يشاهد هذه الفقره انه فعلا يهتم في الغذاء الصحي، وخاصه وجبه الفطور انها فعلا تكون ضروريه جدا لكل شخص، خاصه اللي يطلعون وعندهم اشغال خارجيه برا. نعم. اخوي اسحاق، نحن شاكرين على تواجدك اليوم معنا في صباح الخير يا بلادي، وعلى هذه المعلومات الجدا قيمه اللي اعطيتنا اياها نحن والمشاهدين ايضا. اشكركم على الاستضافه. شكرا جزيلا.